مدبولي يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين. الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على أماكن متفرقة بغزة، والعفو الدولية تدعو للتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية بالقطاع. بعد 10 أيام من العملية العسكرية، الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مدينة جنين. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. ما زالت ردود الفعل الإيجابية تتوالى إزاء إصدار قرار الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى التحقيق فيها من قبل النيابة. يأتي ذلك كاستجابة سريعة من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي، حيث أصدرت النيابة العامة على إثرها بيانا أعلنت فيه صدور قرار بإخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا. اهتمام كبير أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني الذي كان ولا يزال داعما له في كل التحركات ومستجيبا لكل التوصيات الصادرة عنه، ليؤكد يوما تلو الآخر إيمانه الشديد بأهمية الحوار المجتمعي في بناء الجمهورية الجديدة. وفي ظل هذا الإيمان الكبير وفي استجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي، تم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها من قبل النيابة. وأصدرت النيابة العامة بدورها بيانا أعلنت فيه صدور قرار بإخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها من قبل النيابة. قرار الرئيس السيسي حظي بإشادة بالغة من مجلس أمناء الحوار الوطني الذي تقدم بالشكر للسيد الرئيس على سرعة الاستجابة وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة. مجلس الأمناء أكد كذلك أن الرئيس السيسي منذ تدشين الحوار الوطني لا يدخر جهدا لتنفيذ أي توصيات يخرج بها هذا الحوار المجتمعي الشامل والبناء، منوها بأنه سبق للرئيس السيسي استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، حيث وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني. كما أثار القرار ردود أفعال إيجابية واسعة بين المواطنين والأحزاب السياسية الذين ثمنوا رعاية الرئيس السيسي لملف الحبس الاحتياطي والتزام الدولة المصرية بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة، مؤكدين أن قرار العفو يمثل نقطة إيجابية تعكس إرادة الدولة لترسيخ قيم المواطنة وثوابت الجمهورية الجديدة وتعزيز روح المصالحة الوطنية وبناء مجتمع أكثر تسامحا وتعاونا. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة بكين. وتستهدف مذكرات التفاهم إنشاء 3 مصانع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات و3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد بطاقة 800 فرصة عمل في مجالات تصميم الدولة
الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير في الشبكات الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه المواصلات، وإنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار، ومركز بيانات وأربعة مراكز ومعامل لتدريب وبناء قدرات أكثر من 3250 متخصصاً. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع عقود نهائية لحزمة مشروعات جديدة لتصنيع المنتجات الكيميائية والغذائية وإنتاج البروم ومكونات الطاقة المتجددة التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويأتي ذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين، حيث أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن التعاقدات التي تم توقيعها اليوم بإجمالي استثمارات تتخطى 1.67 مليار دولار. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد مشروع شركة شاندونغ تيان اي للكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي عالمي لاستخلاص مادة البرومين بالاعتماد على استخدام نواتج تحلية مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برئيس مجلس إدارة مجموعة فامسون أجريفام العالمية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة بكين. وأكد مدبولي خلال اللقاء متابعته لما قامت به الشركة من تعاون مع شركة مستقبل مصر بهدف إنشاء صوامع بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن بمشروع الدلتا الجديدة. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برئيسي شركتي تيدا ويانخوا بيفار جروب. وأكد مدبولي استعداد الحكومة المصرية لدعم توسعات شركة تيدا في مصر، وذلك من خلال منح المزيد من الأراضي. ومن جانبه أوضح رئيس شركة تيدا أن الشركة تعمل بالفعل على جذب المزيد من الشركات للمنطقة الصناعية، متوقعا أن يصل عدد الشركات العاملة بها إلى 200 شركة بحجم استثمارات يبلغ 3.5 مليار دولار. كما التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة شركة جريت وول موتورز الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات. وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام مصر بتوطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية أو الهايبرد. ومن جانبه أوضح رئيس الشركة الصينية أنهم سيعتمدون على مصر ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلية من منتجات السيارات، بل أيضا لتصديرها مع قطع الغيار المنتجة إلى دول الجوار. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمدير العام لشركة جي اي سي لصناعة السيارات فينغ تشينغ يا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة على استعداد لمنح الشركة حوافز إضافية، منها منح الشركة الرخصة الذهبية في حالة الاستثمار في مصر، مما يسهم في تيسير إجراءات تأسيس الشركة. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ذات إي كوبريشن الصينية الرائدة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات. وأكد مدبولي أن الحكومة ستعمل على تقديم الدعم لإنشاء مصنع يوفر منتجات الشركة للسوق المصرية وكذا للتصدير، مضيفا أن مصر لديها اتفاقيات تجارة مع دول أفريقيا والدول العربية وأوروبا، ويمكن للشركة التمتع بالعديد من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة المصرية للشركات الأجنبية.
التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة خنان للاستثمار والتي تمثل الذراع الاستثماري لمقاطعة خنان الصينية. وخلال اللقاء تناول مدبولي خطط الحكومة المصرية المستهدفة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة حتى تصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر. ومن جهته أعرب المدير العام للشركة عن اهتمامه بأنشطة الشركة والمجالات التي تعمل بها وما يمكن أن تقدمه الحكومة المصرية من دعم لقيام شركة خنان للاستثمار في مصر. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد والتي مدت فعالياتها اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر ولمدة شهر مع التوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة. يأتي ذلك تزامنا مع قرب حلول العام الدراسي الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة. انطلاقة جديدة تشهدها المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية بمناسبة بداية عام دراسي جديد عقب اجتماعات مع أصحاب المكتبات والسلاسل التجارية الكبرى لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة. المبادرة التي مدت وزارة الداخلية فعالياتها اعتبارا من الأول من سبتمبر ولمدة شهر شهدت مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية والشركات والمكتبات والمصانع، وهو ما أدى إلى مضاعفة عدد منافذ المبادرة لتصل إلى 2286 منفذا وخمس معارض رئيسية وخمسين معرضا فرعيا بمختلف محافظات الجمهورية. حققت وفرة كبيرة في المعروض من مختلف المستلزمات والأدوات المدرسية. نشكر السيد الرئيس على المبادرات اللي بيعملها في دخول المدارس، رمضان، الأعياد. أسعار بتفرق عن بره كتير، لقيت برضو عروض كتير على حاجات كتير من مواد غذائية ولبس، لقيت أسعار منخفضة جدا عن بره. حاجات جميلة جدا يعني وعروض حلوة وملابس جميلة جدا يعني، تحيا مصر. أحب أقول للرئيس يعني ربنا يعينه على الحمل التقيل اللي هو شايله بتاعنا وربنا يقويه يا رب. وشهدت منافذ المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المستلزمات والزي المدرسي في ضوء التخفيضات الكبيرة عليها وجودة المعروض وسط ترحيب كبير من أولياء الأمور بدور المبادرة في تخفيف الأعباء عنهم مع بداية عام دراسي جديد. المبادرة دي بنستنى على طول كل سنة، وبصراحة أسعارها أحسن من بره بكتير. شنط وكوتشيهات وكراريس وكتب وإلام ورخيصة جدا عن بره طبعا. شكرا طبعا لمبادرة كلنا واحد. أنا يعني شايفة إن أنا يوميا كده بقالي مدة بعدي كل يوم من شغلي علشان أخد الحاجة هنا لأنها أقل فعلا من بره. كما تواصل المبادرة توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 40% بالسرادقات والمنافذ الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مبادرة عظيمة وسيادة الرئيس قايم بها من فترة لتخفيف الأعباء عن الشعب المصري. نشكر الرئيس إن عامل لنا الحاجة الحلوة ديت. عامل لنا كل حاجة وموفر لنا كل حاجة والحمد لله، والمعرض جارينا عيدي له وكل حاجة فيه رخيصة وكويسة والحمد لله. وتستمر منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا بكافة المحافظات. في منتجات بتبقى موجودة هنا ما بتبقاش موجودة بره وأسعارها أحسن من بره بكتير. البدرة دي منتشرة في كل حتة ومساعدانا ووفرة علينا حاجات كتير قوي. بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على البدرة الحلوة دي. دور كبير تقوم به وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعمهم ومساندتهم من منطلق الدور الإنساني والاجتماعي للوزارة والذي تشهد عليه كافة مراحل المبادرة.
أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية اليونان جورجوس جيرابيتريتس في ضوء خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على متابعة مسارات التعاون القائمة. وخلال المداخلة الهاتفية أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على استمرار تعميق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين وتعزيزها في كافة المجالات وتطويرها. كما ناقش الوزيران الاستعدادات الخاصة بقمة الثلاثية العاشرة مع قبرص خلال الفترة المقبلة، وأيضا تطورات أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، واتفق على أهمية العمل سويا على خفض وتيرة التوتر والتصعيد التي تشهدها المنطقة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل بأسات كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار تجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. يواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على أماكن متفرقة بقطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 10 فلسطينيين وأصيب العشرات في قصف للاحتلال على خيمة للنازحين غرب النصيرات وسط قطاع غزة وأخرى بخان يونس. ومنذ 7 من أكتوبر يشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة خلفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10,000 مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. ذكرت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل دمرت أراضي زراعية ومباني مدنية بشكل غير قانوني على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. ودعت المنظمة في بيان إلى إجراء تحقيق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المنطقة العازلة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة المحتل بشكل كبير، وذلك باعتبارها تشكل جريمتي حرب هما التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي. اتهمت المنظمات الأهلية الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول الطواقم الطبية إلى مراكز تطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة. وأضافت المنظمات أنه تم تطعيم ثلث العدد المستهدف من حملة التطعيم في قطاع غزة، مؤكدة الأهمية البالغة لضرورة استمرار هذه الحملة من أجل الوصول لكافة الأطفال لمواجهة هذا الوباء خشية من انتشاره على نطاق واسع، ولا سيما بعد اكتشاف الحالة الأولى للإصابة به بعد انقطاع دام 25 عاما. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الإسرائيلية انسحبت من مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية بعد 10 أيام من العملية العسكرية العنيفة والمتواصلة التي أودت بعشرات الشهداء وجرحى وخلفت دمارا واسعا. أما في قطاع غزة، لا تزال آليات الاحتلال تطلق النار بشكل عشوائي تجاه خيام النازحين في عدد من المخيمات والمدن وسط وجنوب القطاع.
هنا في الضفة الغربية حرب أخرى يروي بها الاحتلال ظمأه من دماء الفلسطينيين ليكمل نهمه في القتل والإبادة بعدما اعتاد عليها في قطاع غزة واصطدم بصمود الفلسطينيين رغم كل تلك الوحشية. محاولات هنا وهناك من قتل وتدمير وتجويع مستخدما كل أدوات معاداة الإنسانية علّه يهز صمود الفلسطينيين المرابطين على أراضيهم في كل بقعة وحتى آخر نفس. لا تكاد تمر ليلة إلا وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى وبلدات بالضفة وتداهم عددا من المنازل وتلقي القبض على عدد من الشباب وتشتبك معهم لتخلف عددا من المنازل المدمرة وشهداء ومصابين. فبعد 10 أيام من بدء جيش الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة التي أودت بعشرات القتلى والجرحى وخلفت دمارا واسعا انسحبت القوات الإسرائيلية من مدينة جنين ومخيمها، ولكن جيش الاحتلال أعلن أنه سيعود إلى جنين وأن العملية لن تتوقف. إعلان الاحتلال تزامن مع خوف المواطنين من عودة قوات الاحتلال لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة كما حدث في مرات عديدة سابقة. فقد أدت العملية الإسرائيلية الأخيرة في جنين إلى استشهاد وإصابة العشرات حتى إنها وصفت بالأعنف منذ عام 2002. أما في قطاع غزة فلم يهدأ القصف والتدمير، ففي آخر التطورات وسط حصيلة أكثر من 130 ألفا بين شهيد وجريح لا تزال آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه خيام النازحين في عدد من المخيمات والمدن وسط وجنوب القطاع. هي خطوات استفزازية وتصعيد تمارسه سلطة الاحتلال ومحاولة فتح جبهات قتالية جديدة قد تجر المنطقة لحرب إقليمية. فعلى الرغم من أن الاحتلال لم يحقق نتائج فعلية على الأرض من عملياته في قطاع غزة، ها هو يسعى لأي مبرر يتعلل به في تبرير فشله المعهود. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ نوفمبر 2023. وأضافت الوكالة الأممية أنه مع استمرار الحرب في غزة تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، مشيرة إلى أن هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف حالا وبموازاة عدوانه على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023. وسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة مما أسفر عن استشهاد 691 مواطنا وإصابة نحو 5700 واعتقال ما يزيد عن 10400 وفق مؤسسات رسمية فلسطينية. أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة أمريكية متأثرة بجراحها التي تعرضت لها على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلق جنود إسرائيليون النار على رأسها. وقال فؤاد نافع مدير مستشفى رفيدية إن المتضامنة الأمريكية وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة ومصابة بالرأس، وجرت عملية إنعاش لها ولكن لم تنجح كل تلك المحاولات. هذا وقد أعرب البيت الأبيض عن انزعاجه الشديد إزاء وفاة المواطنة الأمريكية بالضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن وفاة المواطنة الأمريكية في الضفة.
لا يزال تدفق المساعدات على قطاع غزة رغم التدقيق والفحص والتعنت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم. والمزيد من التفاصيل حول تلك الجهود والعراقيل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي يطلعنا عليها الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري. إليك. تحياتي إليكم من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث نتابع آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية فيما يخص الحرب على قطاع غزة. ففي يومنا هذا يوم رقم 337 لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأبرياء المدنيين في قطاع غزة المنكوب منذ ما يقرب الآن من قرابة 11 شهرا. آخر المستجدات أنه بالأمس كانت هناك زيارة لسفير دولة ألمانيا بجمهورية مصر العربية إلى معبر رفح، ومعه وفد من برنامج الغذاء العالمي، وبصحبتهم كان محافظ شمال سيناء في زيارة تفقدية للوقوف على آخر المستجدات وحركة عبور الشاحنات إلى قطاع غزة. ومن قبله كانت هناك زيارة لمدينة العريش لمخازن الهلال الأحمر للوقوف على طريقة تخزين الأدوية في مخازن الهلال الأحمر، وأيضا توافر اللقاحات والأدوية المختلفة التي سوف تنقل إلى الأشقاء في قطاع غزة. وأيضا كان هناك عبور نحو 60 شاحنة من الشاحنات الغذائية والمحملة بالأدوية مرت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ونحو 10 حاويات وقود وغاز مرت أيضا إلى قطاع غزة، وتم إرجاع نحو 31 شاحنة مرة أخرى محملة بنفس حمولتها من الأغذية من قطاع غزة أمام ناظر وأعين العالم جميعا. وكان الوفد الألماني يترأسه السفير الألماني، ووفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة موجود، وسأل السائقين بنفسه عن سبب الرجوع، والذي تبين أنه رجوع بدون أي أسباب. ويأتي هذا الإجراء الشبه معتاد ضمن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي. باسم أبو العنين من مدينة العريش شمال سيناء، التلفزيون المصري. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن طيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت منزلا في بلدة الظهيرة جنوبي البلاد. ويأتي ذلك فيما أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف موقع معيان باروخ بمسيرة انقضاضية وتمت إصابته بدقة. وفي المقابل أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن العديد من المباني في المطلة تعرضت لأضرار إثر إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من جنوب لبنان. وما زالت نشرة السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيها. أوكرانيا تؤكد رغبتها في توجيه ضربات بعيدة المدى داخل روسيا، وواشنطن تعلن مساعدات جديدة. حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلفاء بلاده الغربيين على تجاهل الخطوط الحمراء التي وضعتها موسكو والسماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية. وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها زيلينسكي في هذا التجمع الذي يقام بانتظام في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا ويضم حلفاء أوكرانيا. وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال لحظة فارقة للقوات الأوكرانية التي شنت هجوما مباغتا على منطقة كورسك الروسية، رغم تركيز القوات الروسية على السيطرة على مدينة بروكوفسك في شرق أوكرانيا، وهي مركز لوجستي لجهود كييف الحربية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار.
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه يجب على أوكرانيا أن تواصل إنتاج أسلحتها بنفسها. وأوضح أوستن أن واشنطن خصصت أكثر من 200 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا في إنتاج بعض المعدات العسكرية، مضيفا أنه إذا لم تكن أوكرانيا حرة فإن العالم لن يكون آمنا. أكدت الحكومة البريطانية أنها ستزود أوكرانيا بإجمالي 650 صاروخا خفيف الوزن ومتعدد الأدوار بقيمة 162 مليون جنيه استرليني للمساعدة في حماية البلاد من الطائرات المسيرة والقصف الروسي. وشنت روسيا الأسبوع الماضي أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية الهجوم في أوائل عام 2022. وطلبت أوكرانيا مرارا بالمزيد من الدعم الدفاعي الجوي لحماية نفسها. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الصواريخ التي تصنعها شركة تاليس يبلغ مداها أكثر من 6 كيلومترات ويمكن إطلاقها من منصات متنوعة من البر والبحر والجو. ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار أنتنج القوية الذي ضرب الفلبين إلى 16 قتيلا و11 مصابا، علاوة على فقدان 17 شخصا آخرين. وذكرت الهيئة الوطنية الفلبينية للحد من المخاطر أن أكثر من مليوني شخص في 10 مناطق بالبلاد تضرروا جراء الإعصار، من بينهم 36 ألف شخص اضطروا للعيش في 424 مركز إجلاء. وصلت الفلبينية مساعدة بقيمة أكثر من 92 مليون بيسو فلبيني لنحو 102 ألف أسرة متضررة في 9 مناطق. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الصينية أن شهر أغسطس هذا العام هو أكثر الشهور حرا في البلاد منذ عام 1961. وأضافت الهيئة أن الصين شهدت درجات حرارة مرتفعة جدا ولفترات طويلة في أغسطس الماضي، مضيفة أن متوسط درجات الحرارة على الصعيد الوطني كان الأعلى للفترات نفسها منذ عام 1961. وأوضحت الهيئة أن متوسط درجة الحرارة في كل أنحاء البلاد بلغ 22.6 درجة في أغسطس، أي أعلى بمقدار 1.5 درجة من الفترة نفسها من العام الاعتيادي. وتوقع علماء المناخ أن يكون العام الحالي هو الأكثر حارا على الإطلاق الذي يشهده الكوكب بسبب احترار المناخ. شهد معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة إقامة عروض جوية أبهرت الحضور. ووفر المعرض الذي أقيم على مدار 3 أيام فرصة لعقد شراكات تعاون بين المتخصصين من دول مختلفة وهيئة حكومية وخاصة. مشهد خطف الأنظار، سرعة خيالية اخترقت سحب مطار العلمين وامتزجت بألوان الطائرات التي ملأت أرجاء المكان بعروض جوية أبهرت الحضور، والتي جاءت على هامش معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمر لمدة 3 أيام. نحن أول حاجة بنحب نتوجه بالشكر للقوات الجوية لسيادة الفريق محمود فؤاد على ثقته الكبيرة بهايلايتس تنقدر ننفذ هذا المشروع اللي قدرنا ننفذه بفترة قياسية على المعايير العالمية
بالجودة والكواليتي اللي مطلوبة بالنسبة لكل الدول اللي موجودة والمشاركة معنا. اليوم بصراحة كان كويس، يعني أول ما وصلت الأول كنت قلقان أنا أضيع العرض، بس الحمد لله لحقنا أكتر من عرض، ويعني شوية كده هنحضر عرض كمان. أول مرة أحضر حاجة هنا كده في العالمين، واليوم كان لذيذ قوي. أكتر حاجة عجبتني كانت عرض مصر والسعودية، كان حلو قوي. المعرض احتوى في الأساس على تجمع لعدد كبير من الشركات المتخصصة في علوم الطيران والفضاء لأعداد تخطت 200 شركة وأكثر من 100 متخصص في تكنولوجيا الطائرات والطائرات الآلية بدون طيار. احنا بنشرف ان احنا نكون موجودين هنا، خصوصا كشركة مصرية بنقدم منتجات محلية الصنع من أجل الطيران والملاحة الجوية وأنظمة التسليح الخاصة بالطيارات. بعد ما وثقت فينا القوات الجوية المصرية وادتنا الإمكانية أن احنا نشتغل معاهم ونطور طيارات موجودة في خلال القوات الجوية المصرية. وقد وفر معرض مصر الدولية للطيران والفضاء فرصة لعقد شراكات تعاون بين المتخصصين من دول مختلفة وهيئات حكومية وخاصة، حيث عقدت الهيئة العربية للتصنيع عدة اتفاقيات تدريبية وتعليمية، ومنها مدرسة الهيئة العربية لتصنيع التكنولوجيا التطبيقية في مجال الطائرات بخبرات مصرية فرنسية. احنا بنتعاون مع شركة داسو الفرنسية، داسو افيشن الفرنسية، في مجال تصنيع بعض هياكل الطائرات من طراز فالكون ورافال الخاصة بشركة داسو العالمية، ودي شركة كبيرة في صناعة الطائرات. وده الحقيقة تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة داسو افيشن، متمثل في مصنعي الطائرات والمحركات. وأسدل الستار أخيراً على معرض علمي دولي أقيم على أرض مصرية جذب الشركات ذات الصلة بمختلف أنواعها، طيران مدني وعسكري وتكنولوجيا فضاء، وفتح آفاقاً جديدة لنقل التكنولوجيا، فضلاً عن التركيز على توطين الصناعة المحلية لعلوم الطيران والفضاء. معرض مصر الدولية للطيران والفضاء الذي يعد واحداً من الأهم في مجال علوم الطيران والفضاء في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والذي كان بمثابة فرصة مثلى لجميع الشركات المختلفة والمتنوعة لتوقيع الاتفاقيات وعقد الشراكات المتنوعة، وفرصة أخرى لتوطين صناعة الطائرات وتكنولوجيا الفضاء في مصر ونقلها إلى أفريقيا. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. عقد وزير الطيران المدني سامح الحفني لقاء مع نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا كامل العوضي، وذلك على هامش فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمدينة العالمين الجديدة. تناول اللقاء التأكيد على دعم التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الإياتا في مختلف المجالات المتعلقة بأنشطة الطيران المدني، ومنها مجالات السلامة الجوية والأمن والاستدامة وتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات. وأكد وزير الطيران المدني أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الدولي للنقل الجوي في دعم صناعة الطيران عالميا. ومن جانبه أشاد نائب رئيس الإياتا بالجهود التي تبذلها مصر لتطوير قطاع الطيران المدني، مشيدا بحسن تنظيم المعرض الدولي. حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جائزة الشارقة للاتصال الحكومي للعام الحالي لأفضل محتوى اتصالي وإعلامي في الحفل الذي نظمته حكومة الشارقة بالإمارات لتكريم النماذج الناجحة في مجال الاتصال الحكومي. وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء أسامة الجهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن حصول المركز على جائزة الشارقة والتي تمنح للمتميزين سنويا للاحتفاء بالإبداع في مجال الاتصال الحكومي يأتي تتويجا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية على صعيد الإتاحة المعلوماتية والبحثية للمركز، سواء من خلال إصداراته المختلفة أو منتجاته المعرفية على منصاته الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وبضرورة دعم الأنشطة الابتكارية ومتطلبات التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في المجال البحثي والإتاحة المعلوماتية. تعد مبادرة شراء الموحد للمواد غير الفعالة خطوة استباقية لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية عبر تأمين للاحتياطي الاستراتيجي مع التركيز على توطين تصنيعها. وتهدف المبادرة إلى تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عمليات الشراء
مما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة ويمنع تقلبات السوق على المدى القصير. مبادرة جديدة تطلقها الدولة في إطار استراتيجيتها لاستقرار سوق الدواء وحماية الأمن الدوائي الوطني. مبادرة الشراء الموحد للمواد غير الفعالة تعد خطوة استباقية لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية عبر تأمين احتياطي استراتيجي مع التركيز على توطين تصنيعها. وتسعى المبادرة إلى توطين 280 مادة غير فعالة على أن يتم البدء ب 30 مادة غير فعالة والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة والتي بلغت 100 مليون دولار سنوياً. المبادرة تهدف أيضاً إلى تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عمليات الشراء، مما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة ويمنع تقلبات السوق على المدى القصير. خطوات تتخذها الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة في المجالات كافة، والهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يصب في نهاية الأمر في صالح المواطن. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تتويج الجهود المصرية في إنشاء الوكالة العربية للدواء وعد، واختيار مصر مقرا لها بعد موافقة مجلس وزراء الصحة العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجماعة الدول العربية. وتوجه وزير الصحة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم وغير المحدود لجميع خطوات إنشاء الوكالة والتي امتدت لما يزيد عن 30 شهرا. وأكد عبد الغفار اختيار مصر مقرا للوكالة العربية للدواء يأتي انطلاقا من مكانة مصر وريادتها في سوق الدواء بالمنطقة العربية. كما أعلن النائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار عن تقديم 58 مليون و 129,698 خدمة طبية، وذلك من خلال حملة 100 يوم الصحة منذ إطلاق النسخة الثانية للحملة في 31 من يوليو الماضي وعلى مدار 36 يوما. أضاف عبد الغفار أن حملة 100 يوم الصحة قدمت 392,607 خدمات من خلال قطاع الرعاية العلاجية. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إطلاق مبادرة رعاية خلال الفترة من سبتمبر الجاري وحتى ديسمبر 2025، وذلك لتحسين إجراءات مكافحة العدوى بالرعايات المركزة للأطفال حديثي الولادة على مستوى محافظات الجمهورية والمقرر تفعيلها الأسبوع المقبل. وأكد الوزير أهمية مبادرة رعاية التي تهدف إلى مكافحة أسباب العدوى وتحسين الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة وخفض معدلات العدوى المكتسبة وخفض متوسط مدة إقامة المواليد بالرعايات المركزة وخفض معدل وفيات حديثي الولادة على مستوى الجمهورية. شارك وزير الأوقاف أسامة الأزهري في احتفال محافظة الشرقية بعيدها القومية، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري هاني السويلم ومفتي الجمهورية نظير محمد عياد وعدد من المسؤولين. وخلال اللقاء أهدى محافظ الشرقية حازم الأشموني درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير. استجابة لشكاوى المواطنين، قام محافظ القاهرة إبراهيم صابر بجولة تفقدية مفاجئة لحي حلوان لمتابعة إزالة الإشغالات المحيطة بمحيط محطة مترو حلوان والشوارع المؤدية إليها وتسهيل حركة المشاة وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام. وشدد محافظ القاهرة على منع عودة الإشغالات بالمكان مرة أخرى وإعادة الانضباط للشارع وتكثيف حملات المتابعة اليومية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لحي حلوان وشرطة المرافق مع تحسين المظهر العام للشوارع المحيطة بمحطة مترو حلوان. الآن مشاهدينا إلى أهم أنباء المال والأعمال. وميرنا إيهاب، أهلا بك ميرنا. أهلا بكما سحر وإيمان، وأهلا بحضراتكم. هذه جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا.
أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي رانيا المشاط على دور البنك في المساهمة بالنهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات، ذلك في إطار دوره الحيوي بما يعظم الأثر التنموي من تلك المشروعات. وخلال لقائها مع الإدارة التنفيذية للبنك أوضحت المشاط أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من العمل والجهد المشترك لتحقيق نتائج ملموسة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات ودعم التنافسية، بالإضافة إلى بناء الإنسان وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مع وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف الصليطي تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة. وخلال اللقاء ناقش الجانبان سبل زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر وخاصة في مجال الصناعة، كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال المواني والمحطات المتخصصة. كما تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين لاستعراض وتحديد الفرص الاستثمارية بقطاعي النقل والصناعة. وجه وزير قطاع الأعمال العامة محمد شيمي بتسريع وتيرة العمل وضغط الجدول الزمني لإنجاز مشروع جراند فيو سموحة بالأسكندرية. وخلال زيارته الميدانية للوقوف على معدلات تنفيذ مختلف المشروعات، شدد على ضرورة توصيل المرافق والتحسين المستمر لخدمة العملاء والتواصل الدائم معهم وتخصيص خط ساخن والالتزام بمعايير الجودة وتعزيز إجراءات السلامة والأمان، خاصة وأن المشروع يتميز بموقع وإطلالة مميزة على نادي سموحة ونادي الجياد ومحور 14 مايو، أحد الطرق الرئيسة بالإسكندرية. بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مع وزير التجارة التركي عمر بولات سبل تعزيز التجارة البيئية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. كما أكد الوزيران خلال اللقاء أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، والتي سبقتها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في شهر فبراير الماضي، تفتحان أفاقا أرحب للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي جيدة وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي. جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه برئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية في إطار استراتيجية خفض معدل وأعباء الدين الناتج الدين للناتج المحلي الإجمالي، ونتطلع للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تطوير عملية إصدار صكوك المصرية. التقى وزير البترول كريم بدوي مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل ورئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. بحث الجانبان تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار دورها المستمرة منذ عام 2008 لدعم قطاع البترول المصري والمساهمة في تحقيقه التطوير والتحديث المنشود، حيث تمول المؤسسة سنويا الهيئة المصرية العامة للبترول لتأمين جزء من مشتريات الزيت الخام والمنتجات البترولية.
وجه وزير الموارد المائية هاني سويلم بضرورة مراعاة الإجراءات اللازمة لتطهير الترع بدون تأثير على الجسور، ذلك مع أهمية التدريب على أداء التطهير السليم للترع ومنع التطهير الجائر. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الموارد المائية والري في محافظة الشرقية، تفقد خلالها حالة الري والتقى عددا من أعضاء روابط مستخدمي المياه بالمحافظة. كما وجه وزير الري بضرورة دعم الوزارة للمزارعين الراغبين في التحول إلى الري الحديث وتشجيعهم بعد توعيتهم بالعوائد الإيجابية لهذا التحول. سجلت الصادرات الزراعية زيادة قدرها 800 مليون دولار و400 ألف طن خلال 9 أشهر، وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية 6.1 من 10 مليون طن من بداية العام حتى الآن بقيمة تتجاوز 3.6 من 10 مليار دولار. أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني 7 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء، حيث نصت القرارات على إزالة التعديات المقامة بقطع أراض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل حدود مدينة رأس الحكمة. كما تضمنت القرارات أن يتولى جهاز مدينة رأس الحكمة بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط قليلا، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثقيلة إذ فاق تأثير المخاوف بشأن الطلب تأثير قرار تحالف أوبك بلس إرجاء زيادة الإنتاج. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1.9% ليصل إلى 73.48 دولار. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.34% لتسجل 70.8 دولار. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 39% لتصل إلى 2.17 دولار للتر. كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 84% لتسجل 2.27 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلق مؤشر الأسهم في أبوظبي على انخفاض مع ترقب المستثمرين صدور بيانات الوظائف الأمريكية، وهبط مؤشر أبوظبي بنسبة 3% متأثراً بعمليات بيع في مختلف القطاعات، ومنها القطاعات المالية والاتصالات والبتروكيماويات. أما في دبي فأغلق المؤشر الرئيسي على استقرار، لكنه سجل مكسباً للأسبوع الرابع على التوالي. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى إلى صحر وإيمان. شكرا لك ميادة. وبالأخبار الاقتصادية نصل إلى نهاية نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. مدبولي يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين. الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف عنيف على أماكن متفرقة بغزة، والعفو الدولية تدعو للتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية بالقطاع. بعد 10 أيام من العملية العسكرية، الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مدينة جنين. وصلنا إلى ختام النشرة.
شكرا لكم وإلى اللقاء.